Asia. يا الدم المدحوبة. وين ألف تلفون دقيت لها، ألف تلفون، أنا سوي عمري ما أسمعها. How are you دوارك؟ Good. Why today you wait too late? Formation? Yeah, but most of them, no baby go to work, no school. That's why you wake up late. Good morning. Good morning, sir. Thank you. أنا نسيت حتى أسلم عليكم، سامحوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. يا الله يطرح لكم البركة إن شاء الله في ذريتكم، في أحبابكم وعيالكم وإخوانكم وأبهاتكم وأمهاتكم وكل من تحبون وتودون يا رب العالمين. يبارك لكم في رزقكم وحلالكم وكل ما تملكون وفي بدنكم وصحكم، ويحفظ شيوخنا وحكامنا وولاة أمرنا واللي قايمين على سهرانين في الحفاظ على أمننا من شرطة ومن جيش ومن عسكر ومن هلب البترول من شآت النفط والسفرة والوزراء وهل بالمرور وهل بالجيش والدخاتر والدريولي والكبار والصغار والسياسي والكاتب والموظف واللي عنده دوام واللي في خفر السواحل واللي في كل مكان. إن الله يحفظهم يحفظهم وين ما كانوا، إن الله سبحانه وتعالى إن يحفظهم ويطرح البركة فيهم ويقويهم وياجرهم على كل ما يفعلون لصالح وخدمة هالشعب اللي يستاهل كل خير وكل فضل من الله سبحانه وتعالى، ويطرح فيكم البركة ويخليكم ويبارك فيكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم على قد نيتكم ويبارك لكم بذريتكم ويخليكم ويطرح لكم البركة في هالأيام المبروكات يا رب العالمين، ويرحم موتانا موت المسلمين، يرحم حكامنا اللي توفى وحكامنا، ويرحم موتانا من ذكور ومن إناث وكل من نحب ونود يا رب العالمين، يرحم الناس كلها برحمته ويرزقنا الغيث ويرزقنا الراحة والطمأنينة ويحافظ دارنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل شر وضر، وتدوم علينا الفرح والأناس والسرور، ويحفظكم ويبارك فيكم ويرزق كل من يبى الذري ويرزق كل من يبى الرزق الحلال ويطرح البركة في رزقه ويوفر له كل ما يحب ويهوى ويرغب ويسعده في الدارين يا رب العالمين، دار الدنيا ودار الآخرة، ويطرح البركة إن شاء الله في ذريتكم يا أرحم الراحمين، ويخليكم. اليوم عادة مرة عم تفيج لكم فاكة مالها أول من تالي جمعة ولا شيء ولا لأن باكر بيكون يوم لا، هي باكر يوم لا، من متى ما سوينا يوم لا؟ باكر وقوف عرفة، باكر الناس بوي أصلا من هلة العشر والناس تهلل وتكبر، لكن ما بلازم إني أقول إني أسوي الشيء الفلاني، الله يعلم اللي يسوى المراد. إن طالت عماركم باكر بيكون يوم لا، ماشي سنابات وإن شاء الله بنتلاقى وياكم صباح العيد إذا الله جعلنا من الحيين، أو باكر بيكون يوم لا، واليوم شيء خدمة بنبتدي في خدمة الآشار الهندي اليوم إن شاء الله بنبتدي في خدمته، بنرويكم إياه لايف إذا الله راد وطريقته وهو سهولته وما في أي صعوبة. كان يبع الأدمي كان ذكر أو أنت اللي تبى تخدم تكون تركز في الخدمة مش تقدم غفية، لا تكتب الطريقة، وأهم شيء المواقيت، متى وقت إضافة المكونات، متى تحط المكونات، لا أكثر ولا أقل، ما يبقى أي شيء. الأمور إن شاء الله طيبة وكل شيء زين وكل شيء فنان، وإن شاء الله بوافيكم كل المستجدات. أما عن بكرة فيوم الله بيكون بكرة هالليل وتكبير وصلاة ودين ودعوات من الخاطر لكم، وقبل ما يكون لكم الوالدي والوالديكم والأموات أموات المسلمين أجمعين، وإن الله يحفظ هالدار ومن وطات جدمة عليها يا رب العالمين. وتهم فوابا مال خالد الخالدي لون أغافر مالك أستناي، وبشرط ما يشرب ماي إلا ماي كانديشن. وتهم فوابا مال خالد الخالدي طم.
كيفكم ابوي صلاح؟ اول مره بحياته يجي يوم الجمعه، اول مره، وما بياي ابوي بركات ولجل سواد عيوني. بشيركم ان ابوي صلاح ياي ابوي لجل ابوي ياخذ الحلوه ليه جاي من عند عايض البريكي من عمان، زين، اللي هو حلوه مزون. وياي الله يحفظكم بيتينا بيينا كوفي بعد شويه، وصلاح ياي خصوصي يحب الكوفي البارد، وقايلين اللي مسوي له شيء خصوصي. وياي صلاح ابو ياخذ جسمه، ما بياي لجل سواد عيوني، صح الكلام هذا ولا لا؟ انت ما تعرف، انت تعرف الدنيا كلها. يلا السلام عليكم. وين حبه؟ وحده؟ بعد وحده؟ بعد هاي عودتنا بالصبح بعد انجلبت. أقول بصراحة الله عليك يا عايض، كلفت على عمرك وعبلت على عمرك، كل سنة وكل حول يا رب العالمين. مشكور مشكور يا عايض مشكور. اليوم بعد غير نمونة، بعد اليوم صحون بعد غير حلوة العيد. ها من عند عايض ياي حلوة مزون، كذا نمونة كذا نمونة يا رب يا عايض. اسميك عبلت على عمرك يميع طوس الحلوة مطرش. مشكور يا عايض مشكور مشكور مشكور، غامرنا بكرم كل سنة في كل، ما بالله كل سنة والله في السنة ما يسد 10 لـ 20 ودي يندب حلوة. ها الدين يا ودي، وحلواهم مميز وفنان والكل يعرفه. مشكور مشكور يا عايض، يا رب خاطري يعرف هاي شو داخلها عايض، شو من الحلوة ترى ما شيء وحدة شابه ريحته. هاي حلوة التين، هاي عاد حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. حلوة التين حلوة التين حلوة التين، خيبة تو حين جاي. مشكور يا عايض مشكور مشكور. أعطيني خشو قبل عليك. الحلوة هاي ميوبة من صحم، مكان جميل ومميز وخبرة عريقة ولهم باع طويل في خدمة الحلوة. الحلوة العمانية من أجمل الحلوة اللي موجودة على مستوى الخليج أو الشرق الأوسط، فلذلك أنا دوم أوصي أن اللي يبون حلوة من عمان يأخذون من حلوة مزون من صحم. عندهم خدمة توصيل لين بوظبي لين الفجيرة لين السلع لين غياثي، إذا تكون كمية كبيرة يوم إلا شيء بسيط ترى أبوي العذر والسموحة من جلابكم يوصلون كل أما. عندهم عدة أنواع حلوة التين حلوة حلوة الدبس وحلوة وايدة الأنواع، فرقمهم موجود عندكم واللي يبقى يتصل بهم. عندهم استعدادات للمناسبات للأفراح لكل مناسبة. زين صلاح تعال ياي بند 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 عن ابوك شيء شو؟ خلاص ما بنشغله، ما بنشغله توبه. صلاح تعرف الرجال منو؟ ما اعرف. هذا كابتن احمد علي، هذا يمرن لنا الاول في فندق في الجمع الاولي. وين تعرفه؟ اول جبت هنا المول، شايف انك في المول يقول لك. كابتن كيف حالك؟ الحمد لله والله تمام. مبروك عليك العرس. الله يسلمك. يعلها ان شاء الله مع عيالك ويرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه. الله يسلمك. ندوره وين صار الكابتن؟ وين ترى ابوي صار بلاده الاردن، وبلاده ابوي قرب البحر الميت. هو تو صار عرس ويا. الله يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه يا كابتن. وللجميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الكابتن الله يحفظكم. جايينا اليوم وجاي شد ودر شغلة التمرين، لكن يتمرن روحه يعني حر يا غير. اشتغل في وين اشتغلت؟ سلاش كافي في الكوفي. الحين انا في سلاش كافي. طبعا الكافي بيكون اختصاصنا بس في الكوفي البن. احنا تعرف شو نسوي، نميز فيه الطعم الجوده الاشياء هذه ان شاء الله. يقول احب اخبركم نحن عن السالفه.
اشوف الرجال تهمي لك في الرمسه. لا لا اي انا شوف هذا انا شوي ضعيف قدام الكاميرا والله زي ما بكاميرا تليفون هذا ليش يقنا وياك حمر؟ الشمس انا جيتك من برا يا رجال استحي من التصوير. ليش؟ طبعا انت قاعد تصورني صح؟ ليش؟ الحين؟ صلاح رمس الرجال خذ علومه خذ اخباره الحين ببدأ ما تبي الكوفي؟ زين خلاص عيل عيبنا التليفون ما تبي تشرب بارد؟ اهلين كابتن اهلين اهلين تعرف شو اسم الخبزه هذه؟ لا هذا الخبز اسمه يسمونه خمير خمير؟ ايه نوع الخبز هذا من الخبز التقليدي المتعارف عليه عند في دولة الإمارات بس فقط في دولة الإمارات طعم طيب الخمير طعم طيب اسمه خمير ما يخدم في الدول الثانية يسمون خمير لكن ما هو الخمير هذا اه ها تعرف ان الطعم بينبع مع الحلو والمالح ايه ايه بنخبرهم الحين نعلم زلامات نحن ما فينا على الصدع والمعاير هذا ابوي الخمير في شيء من البلادين يسمونه خمير لكن ما هو نفس الخمير مالنا وهذا الخمير مالنا نحن يتعرف منفخ ورقم واحد خام خبوز الفير ودنقل شكرا على اللي جبته كابتن متفاجئ اللي انت قاعد يلطم هو انا بخليك تجرب اللي جبته انزين بعد بعد الاكل انزين يلا في العافيه شكرا كابتن ما شاء الله اقول لك كابتن ما شاء الله عليك مستمر في التمرين اكيد ما شاء الله عليك تمرين يعني لازم استمر انت لايف ستايل الله يبارك فيك لايف ستايل هوايه ان شاء الله هذا ابو الياب بنخلاف بعد شو بنبيكم يا صباح الخير ابو محمد ايش حالك جمع مبروك عليك وعلي ابو محمد والعيال متوليدك صلاح ولي ان شاء الله حصي يعني ابدا الله يشفيه الله يشفيه هذه الايام مبروك يا رب الكعبه وعلي اخوانك وخواتك يا رب الكعبه ابو محمد حط محمد عبدوه ذاك قلبك خضر ما شاء الله عليك الحين ايام العشر قالوا بندوا الاغاني انا من الايام العشر بنت الاغاني والشلات ما شاء الله عليك يا ابو محمد يعل دوم قلبك خضر ويعلك دوم في راحه ويعلك دوم في سرور وربي ان شاء الله ينصرك على اعداك كل عدو لك شل البيرق ان شاء الله وانت انسان كريم وانسان حباء حبو كل عام وانت بخير ان شاء الله يا نظر عيني حافظك ربي بخير قل انت كل عام وانت بخير يا ابو محمد ثامر هاي كلمة بخير يا ابو محمد ها ثامر ولد عفره بنتي الدكتور سلم عليك عيد قل لي مبارك قل لي عيد المكار مبارك مبارك اي شاطر يا ثامر ثانك يو ثامر سلم على ام محمد وصلاح الله يحفظك يعلك دوم في عز وكرامه يا ابو محمد يعلك بخير يحفظك ربي نسيت في ازار بنخبر الحين جماعه ابوي هذا الرجال كابتن الرجال فنان اشتغل عند جماعه في للماركتينج شو تهز راسك؟ بالضبط صحيح دراني المهم الله يسلمكم هال الكوفي هذا اسمه سلاش سلاش وأول كوفي فتحوه هن 12 فرع بداية وين كانوا؟ كانوا أبوي في مدينة محمد بن زايد منطقتنا اللي نحن فيها فلذلك أبوي أول انطلاق لهم من مدينة محمد بن زايد شو اللي خلاهم يتميزون أنواع الكوفي اللي عندهم نوع الكوفي الله يسلمكم اللي يميز القهوة اللي عندهم من تاريخ انتاجها من بلد المصدر بلادها وين استوت في خلال شهر لازم توصلهم اذا يطوف شهر وخمسة ايام ما يستقبلونها لان هذا الشرط بينهم انواع القهوة اللي هم يستوردونها عندهم الافريقية وعندهم الاثيوبية وعندهم الكولومبية وعندهم البرازيلية عندهم الكينية وعندهم اللي من نيكاراغوا على فكرة والنيكاراغوا القهوة الجامبو هذه هذه من أغلى وأثمن أنواع القهوة على مستوى الكرة الأرضية واللي ميز كوفيهم عندهم هذا مسمينه على مدينة محمد بن زايد مسمينه محمد بن زايد
MBZ. هذا النوع الكوفي اللي ميزه شو بلا عليك؟ في زعفران اصلي من ايران. هذا الزعفران هذا اكثر شيء عليه الطلب. هذا المنتج مالهم هو اللي يميز البراند مالهم. اللي ميزه نوع الزعفران اللي يستعملونه زعفران ولايتي اصلي، وهذا اللي بالبستاشيو زين، وهذا اللي سبانيش. هذا هذا سبانيش لاتي، القهوه الاسبانيه اللي هي سبانيش لاتي. واللي عندهم بعد خدمة فنانة انهم من توصل تطلب نوع القهوة اللي انت تباها وطريقة التحميص اللي انت تباها وطعم اللي انت تباه ويخدم قدامك حالهم حال اي كوفي. نعم، لكن اللي يميز كوفيهم ترى اذا تطلب شيء على انت يوم بتاكل اي شيء مكمل في التخزين سنة وسنتين يختلف عن الشيء اللي جاي فريش، فلذلك حتى سعرهم مميز وطريقة خدمتهم مميزة، هم كبرهم مميزين. بعدين احنا نستخدم في جميع الفروع عندنا ستاندرد في حرارة المي كل شيء عشان يكون نفس الطعم جميع الفروع. طبعا انا جايب الحين الكولد كوفي. هي هي. عندنا موجود الهوت كوفي. زين. وبالفرع عندنا نخدم فقط في الكوفي. ليش؟ لأن نحب الناس توصل مرحلة تصير تستمتع تتلذذ في الكوفي، ما يكون الكوفي معاه شيء ثاني. يعني أنتوا بس كوفي تسوون؟ بالضبط. ما في أي شيء ثاني. بالضبط. أيوة. لذلك أنتوا مميزين بس في الكوفي. بالضبط. فهاي بعد شيء عبوات صغيرة وأحجام، شيء الهوت وشيء الكولد وشيء توصيل للمنازل. إيه في توصيل للمنازل، وبخلنا نحط الرقم بعدين. زين. أبوات توصيل. وأسعاركم كيف؟ لا أسعارنا ممتازة. أحلف. إيه ليش؟ أي أيوة والله. أنت صلاح يقول أسعاره ممتازة. الحين أنت شو تبى من الكبار لو من الصغار؟ لا خالد. من الكبار؟ لا خالد. من هايل؟ زيقتني تحرث بتاخذ من هايل. خليه يجرب الزعفران. جرب بنير مال الزعفران. أنت بحيولك ودنياك. خلاص لازم تمنشنها؟ إيه أمنشنها ونص. يلا عادة. وين القوة؟ وين العضلات؟ زي صلاح؟ بس يلا زين. قول والله زين. وايد زين. زين. ما في خلف خاطري. لا في اي سلم على الكبت يا ربي والله يطعم غاوي. ثري يوم تخالط الزعفران ويا البن الكول شوكليت. لا فنان ما يبارك. صلاح وين شبيته؟ بعد؟ لا بس ما يبى صلاح ما يبى. يا انت ما تبى؟ تبوك بس وحين صمصمت. زين. زين وايد؟ في العافية. شكرا جزيلا والله يوفقكم ويعطيكم على قد نيتكم ان شاء الله. ان شاء الله الجميع. Now we need to know about the milk. From where you get it? يلا. So the milk we have is from Saudi Arabia. Uh-huh. We get it, we have a supply, and when we receive the milk, we make sure we follow our standards as a slash company, and we have our own recipes which we all the time maintain. So every gram is important for each preparation of cup. So every time you go to slash, you get the same flavor in all of our branches throughout all 12 branches. Thank you. Across UAE. What's your name? My name is Kartik. I'm the operations manager. Kartik? Kartik. كارتك اعطوك كارتير بعد. زين. نسوي المنتج فرش في نفس اليوم، الشخص اللي يطلب الطلبيه نسويه بنفس اليوم. زين والصلاحيه؟ والصلاحيه نضمن لك 3 ايام، احنا نقول 3 ايام يكون موجود بالفريج كل شيء تمام. ايوه لمده 3 ايام الصلاحيه تكون. مشكور. بيكون منتج فريش. مشكور يا كابتن. رامي الباي الله عليك. الباي الباي لا لا الباي لا. وخلاص قول ما شاء الله. بنقول ما شاء الله. والله عجيب كابتن. يلا عاده. الله يقربلك الباي. ولا والله لمسح كامل يا سجلته خلاص. وين هب يا الباي. ما شاء الله عليك. صلاح شو الاخبار؟ وين خالد؟ سلم سلم على خالد. الحمد لله. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الحين مشغلين الرداد
وهذا شغال على ما تشوفونها رذاذ يشتغل شوي شوي. يا رك الله يا رك الله يا شامبي كيف حالك؟ الحمد لله وحشو ما شاء الله. والشير داخل ودرجة الحرارة تازن منخفضة. شو عم تشوف ما شاء الله الناس اللي من غير يحطون أبوي في البلكونات ورد وشير وما أدري شو ويصففون ويعدلون، أنا لا هذا أبوي هذا أبوي سلك البيوت كلها مستوت الدنيا يعني على فكرة يعني هب شيء جديد أبونا لا شعر أبوي موسى لا شعر يخدمونه ويحطون أبوي ها على ما تشوفون على ما تشوفون يحطون في الشمس يوم يصير وينضع ردوا حطوه أبوي خلاف فضل الله. الحين هذا مال اليوم خادمينه حين توم خدوم هذا تخلف الشمس من يكمل 10 أيام ودينا الطرف هذاك فضل الله لين يخلص الموسم. هذا كله هاج أشار في فاي قب، وهذا نفس الشيء أشار في فاي قب لكن اللي بالطريقة الهندية. هذا تشوفونه كله زيت السمسم، هذا كله زيت السمسم، وهذا الفي فاي، هذا الفي فاي، وهذا الزنجبيل، وهاي الجشرات كلها اللي تشوفونها، هذا السنوت، وهذا الشكر، هذا الملح، هذا اليلان، وهذا الكركم، هذا الخردل، هذا فلفل حمر، الحلوة، الحلبة، فلفل حمر بكبارة، سويدة، الفلفل ها، شوفوا، خيبة، ها الثوم، كربتة، والدنيا انطرجة، وهذا الزنجبيل، يلا، هذا من يا حلينا أبوي جابل هالجدر توم عوم لين عين الجدر لين عينه، والحين أبوي خفينا منه الثلثين وهناك القشرات ها ما يبالك لا ما شاء الله يحفظكم الدهن من التحر. بني براويكم الطريقة ستيب باي ستيب درجة درجة، لا تقولوا ما حد قالكم، ترى هذا موجود الطريقة على يوتيوب على حسابي على يوتيوب موجودة. لا تقول ها شيل هذا فلفل شيل كامل ها كم يجي وزن ما شاء هذا النص هاي المشكلة ها ها شوف يقدر يشيل هذا جدر تاني نفر يقدر يشيل يقدر أي ما شاء حطه فوق هذا لا بينفدع بيتفشع لا خلوا مكانه على هالأيام المبروكات إن شاء الله كل سنة وكل حول نخدم ونطعم الصاحب واليار والصديق. ترى أبوي هذا ما شيء للبيع لحد يطرش مسجات، هذا أبوي بس لمن يرقب من القبائل صدقاني وخلاني واللي أحبهم ويحبوني واللي ما يعطوني برايهم مرخوصين أنا بعطيهم براي كل هذا أبوي للجسم في حب الله ربعي اللي مضرينهم ومضريني كل سنة وكل حول أبوي على طولة عمارنا وعمار صاحب والصديق إن شاء الله. هاي عادة الله لا قطعها من حول لحول يوصل دبي ويوصل الشارج ويوصل لين حتى الفجيرة ما خلي حد أبوي ما نعطيه كل حد شوي هذا حين الفيفاي هروح أكثر عن 300 كيلو هذا حين يوم بيتيامع تحط عباس على دباس والدويات هاي كلها 270-300 يستوي الكيلو يستوي تقريبا 4 أو 5 قراش أنا أحطه حط غريشات على الكبير ما وزي كل آدمي مرطبان كم كبرة ها أبوي طعيم اللي حلق يتحلوبه هب يسرطون هذا حلق ريحة قوت على يموت الزيت مرة على ما تشوفون حار أول ما ينحط الفلفل فلفل خضر يلا شو تشاور لازم عاد الحين ها على ما تشوفون يلا هذا لين يصير ويلين من يصير ويلين شو عاده وتي شويه حفوفه يحف هو الحين لازم شوي بيلين من يلين يصير ويحف من يحف عقب وراء الخردل يرويك كل شيء كل شيء كل لحظه بلحظتها ترى كل شيء لوقت ما بالله مني وطريج طالت عماركم بعد مرور ما يقارب 25 دقيقة يا وقت الخردل
الخردل متى تعب تعرف ان السور جاهز يصير يتناقع يتناقع طق 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 والاسود هاي ينجلب ابيض. خلونه 10 دقائق ويشون يحطون عقبه حطوا الخردل من يصير ابيض بيزقروني حق اصور لكم وقت اضافه اليليلان والسنوت. الحين يا وقت اليليلان يا الله يا الله يا الله يا ربي ايه وحين ابوي السنوت خلاص الحين ما يحطون شيء عقب عادة يحطون الفلفل الأحمر وهذا خلاص هبل الحين بعدين كم نحط 50% من ورق الكلبتة 50% يلا بس هذا حينة حق تبن ريحته على طول الفلفل الحمر فلفل أحمر فلفل يلا أيوة كامل 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 هذا الحين لازم هذا لين الورقة الكريبتة تغدي بنية من تغدي بنية تتخالط عاد هالألوان وعاد عقب ما نخبركم شو بنسوي إن شاء الله قلناكم شوي شو بنربيكم كل شيء يا ضرب الملاس أيوه أيوة يا فاحت ريحة الكريبتة عشاو عشاو شباب حلوة وحلبة يلا الحين يا وقت الحلبة هي هي قول بعد شو حلبة لازم ما تكون وايد تنضى حمرة وايد تغدي جاسي ولا تلين خلاص ولا تبن لها ريحة الحلوة الحلبة نحطها الله يسلمكم الحين لأن خلاص ما تبغى ضو زيادة لا هي ولا الحلوة الحلوة اللي هي الكراوية والحلبة ما هذا سويدة لا آخر شيء بس ثلاث يا فلفل أحمر هذا الفلفل الأحمر الحين أيوة يلا يلا كركم 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 أيوة هذا وقت الكركم يلا يلا هبكح كح الحين إيه يلا 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 ايوه شح قبضت عن حفيظ قبض عنه حفيظ ليلك يا حفيظ هذا هريس هريس وانا اقول حفيظ زاد ما يطيع يتوايه الحين يباله 10 دقائق 10 دقائق برد نكملكم التصوير الحين يا وقت شو وقت الزنجبيل يلا 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 هذا وقت شو الزنجبيل وسيدي وراء الثوم يلا ثوم 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 كارلك 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 يلا ايوه لا ما شاء الله تبارك الله يلا يلا حفيد شو اسمك حوث عنا هلف هذا من هتر يلا ثمت الشباب ولد شباب انت وين القوة هيا بينا مؤقت ما يسوى شف طعام ايوة ايوة روح حريص روح روح ما شاء الله عليك روح دوس دوس يا لا يعطيك العروس يا سواقنا دوس 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 سواقنا دوس دوس الله يعطيك أيوة أيه تحرر تهيد شغلة شغلة بيطشر الدهن على وجهه يا أبوك شوفوا شوي 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 أي أي تخبز الجدر أنا أبوك هو العفاريت فيك شوفون الحين ويكون شو باجي الحين شغلة 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 طويلة عريضة الحين كل المكونات فيه اللي باجي هذا الملح والشكر
والسويدة والكربتة هذا آخر شيء، وهذا الفيفا والخل والحلتيت والسركة هذا خلاف ينصب. هذا اللي تشوفون حين ياسي جولب في الجدر هذا كله زيت السمسم، زيت الشو السمسم، ما ينحط زيت العادي، زيت السمسم صحي وزين. وأخي مال السوق يحطون زيت هذا مال بسني، نحن أبوي نستعمل هذا، هذا ترى لنا روحنا لمن يرغب من القبائل، ما بل البيع ولا بل المشترى، هذا خاص فينا روحنا، بيعلى علينا بالهن وعلى اللي بيهم إن شاء الله صدقانا وربعنا. لازم أبوي الطوم تحته والملاس فيه والدهن شبعا ما تشوفون ها يطابخ ليل شوية تصير تلين حبة الثوم وعقب عقوا عادة السامة اللي من غير ومرقوا بالخل، بالخل العربي والسرقة يكون الخل مجهز معصار ومصبوب ومنظف معدل، حطوا القياس عقب حطوا الملح وحطوا الشكر، قياس الملح شكر. يلا لا تروحون لي انا اروح اي ابوكم تتناقع عروسكم ان شاء الله ان شاء الله. الحين عاد الله يحفظكم كذا وضع شو الخيب ايه مدحوب بتحرجني. يلا عاد انت بتيس تطمش يلا من الحناية تعال دواركا تعالي ايه شارد يلا يلا حط وياك ويا يدهم وياك يدهم وياهم يلا هذا الحين عاد عندنا الوقت الصعب يلا 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 مزرن مزرن يلا حط يا كتة دق الحديد وهو حامي هاي ما تشوف الحين هيلا بيس يلا عشان البنات عشان البنات يا رجال الله يلا هريس هريس يلا هذا هذا يوم يقول لك ادب حمدوه لديايته هذا ابويا هذا ما حد قال لك اتي هذا روحك ابويا ابن العمرك اي من لاس جلبه فوق تحت لا لا خل وجهه من النار شل ارفع ها هذا وجهه وين القيه ياه ما عافك لو في خير ما عاف الطيق ما بيرخصونك ابو معازيبك الاوليين وانت فيك هبه الدريول غير دريول الدريول هو طباخ وذباح وصلاخ هو اللي يذبح واللي يصلخ وصلاخ عشوش صلاخ يصلاخ يذبح كل شيء يغسل ثياب يكوي ايوه شوي شوي ايه لا تحرجنا ايه رب اللهتك لين يصير يدفى شويه من يدفى مرقوا بالخل هذا الخل معصور وزاهب زار جدر ما ادري ايوه ايه مارو 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 اربعه شلوا اليمل واليمل ما شلهم عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا الشباب عاشوا الشباب عاشوا الشباب عاشوا الشباب تعال انت منو هذا اخوك صغير ايوه شو اسمك واجد واجد اسمك واجد ايوه قلت الاسامي واجد ثم معلومك يا واجد عربي بوت حين انت بوت هذا بوت اخوك راشد هو واجد انت راشد هو واجد بارك الله فيكم يلا يلا عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب ما شاء الله ايوه 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 عاشوا شباب عاشوا شباب عاشوا شباب الحين يا وقت الخل يلا بسم الله بسم الله الله اكبر ايوه
هذا الخل الحينه شوي 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 ما يبي اضرابه ما يبي اضرابه ما يبي شوي 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 ما يبي اضرابه ابدا ابدا ما يبي زجاج ايه شوي شوي وانت تقول به قول بي يا حبيب النبي قول بي يا حبيب النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذا الحين لازم الضوء فيه حتى او لازم المحاوت هذا لجل انه ما يقبض الجدر يتقصر على الضوء ما شاء الله الحين وقت الملح يلا 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 هذا وقت الملح يلا شكر فوق فوق عقب عادي نحط له الحلتي وبعد خلافي نحط له الخل الابيض اللي هو السركه هذا لا بد ولا عذر ولازم لين تسير وتلين حبه الفيفاي هاي الحين قاعده كانك انكري كما شيء من الفايده لين يسير ويخف اخذ وقت مضويه على الاقل ساعتين ثلاث ساعات بعده على ضوء قاصره عشو شباب عشو شباب عشو شباب عشو شباب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هذا حين يا وقت الله يحفظكم السركه الخل الابيض هذا حين وايد ضروري لان هذا هو مثل عباره شفت الحافظ اللي يحفظ من ان الخراب ومن انه يدور هذا لو بيدور عليه الحين ثلاث سنين اربع سنين مره ما يعول مثل ماده الحافظه الخل والصبار والشكر والملح يوم يتوالفن الملح هذا كله غادي عباره عن ماده حافظه شوي 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 حفي الحين لازم شيء على الضوء بعد ساعتين ثلاث وبس تعال عادل روغ ابوك وسكر الباب حفظكم وقت الحلتيت وقت الحلتيت ويا السويدة هذه حبة السوداء هذه حبة السوداء الله يحفظكم هي 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 بين ساعتين ثلاث ساعات تعال عاد خلاص تطمش شوي غدي دول علي دول علي دول علي قوم هالبرجيم عاد يصيرون يصير يومين عنا ما بمال هالبرجيم عاد ليحيد عمر راعي رجيم يصير بعيد الحين شربت خلاص هذا الحين على تلايا وليبات هذا ابو تلايا وليبات تلايا وليبات خلاص بس يلا يلا الحين سوي نار ناقص لين ترين ساعة هي هي مساكم خير ونور وسرور رقدت خدت شوي يمكن حول ربع ساعة نشيت نشيت عملي قطرة ماء ويت الخيتي وهذا ما تشوفون خيرات الله مريود رياض وهذا أبويا جينا من عند طربوش الحلويات من العيد اللي من كم يوم جابه والسامان هذا كله اليوم جايبين بعد تشكيلة ثانية اللي هو حق العيد صياني عندهم ثلاث اربع انواع بغير اللي جابوه هناك اليوم اليوم شيء هاي ما ثلاث ادوار فيحطون تشكيله داخل من كل نوع والحلويات مثل ما خبرتكم لك اليوم انتاج اماراتي والشيف تركي الانتاج والمكونات كل
شيء يجيبونه البرودكت مالهم مثل ما قلت نام كم من يوم كل من تركه يجيبونه. جايبين بعد شيء بعد مطير الحين زين. هذا نوع تبدي جبتوه من هذا ها؟ هذا نعم هذا تاج الحين فرش البارح مسوي جديد هذا لنك. نعم هذا عبارة عن شو؟ هذا كله بالتمر ولكهات مختلفة بحليب وفستق وورد وبنغ. وهذا من حلوية طربوش للحلويات في العين. وهذا شو الحين جايبينه؟ هذا معجنات مثل ما تشوف هذا فطاير بالسمسم. هي شو داخلها الحين؟ هذه حشوات مختلفة جبن وزعتر وزيتون وسادة. شوف انت وهذا وهذا اسمه اتشما وهاي النكهات اللي داخله زعتر وزيتون مرادم والله سبحان الله. ما في ريحة مخمر ولا صولة ولا ييك. هذا سميد. هذا سميد هار خالي ها؟ لا يا سلام سلم شكرا جزيلا. هذا بعمقي ما بطلنا نحن. هذا البوتشو عبارة عن شو؟ هذا نفس الشيء حشوات بس الخبز يختلف. هاي كلها نوعيات الخبز تختلف بس الحشوات نفسها. أيوة شكرا جزيلا. هاي للعيد ميوبة. شكرا. وين كرتكم؟ موجود إني طالع من الكتب. هذا أبوي كرتهم هذا سامانهم اللي عندهم كل شيء تبون موجود. الكب الصينية الصينية بكبرهم قمطة. يا ربي كم قمطينها بطين. هاي السنة قلنا لكم ثلاثة أدوار. شو الأشياء اللي داخلها حينة عبارة عن شو؟ هاي بقلاوة طعم لك شيء بالفستق شيء بالجوز وشيء شعبيات أو الوحدة هاي بوك. هاي يسمونها شعبيات. شعبيات تركية كلها تركية. وشغلكم أنتوا هني؟ نعم والشيف موجود طعم لك فرش أي وقت طعم لك حق مناسبات وأعياد. والاسعار الاسعار طال عمرك شوفت عينك بيشوفوها المتابعين ويقارنونها مع السوق برا. نوعيه الصواني بعد نفس الشيء. هي والله في اشكال مختلفه موجوده في الانستغرام. يعلك تسلم. اللي بمحلكم سمعت ان الناس وايدين يجون يوصلون المحل ولا يدلون مكانكم كيف انتوا ضلاله شو الموضوع؟ طال عمرك محمد بس يكتب في الانستغرام طربوش الحلويات هي على طول بيطلع له صفحه الانستغرام. في الانستغرام بس يكتب بالعربي طربوش الحلويات. نعم على طول بيطلع له وهذا اللوجو وفي رابط الموقع المحل وفي ارقام التواصل يقدر يتصل ويطلب. زين شكرا جزيلا بارك الله فيك. هنا فوق الحين هذا كله الصفو هذا كله الصفو كل الذهب الحين هذا ين ين ثبت شوي اسوي ايوه شوف هاي اللي تشوفونه هاي تشوفوا كل الصفو هذا الصفو ينشخر ينشل من فوق ينحط مشخله وينقف عنه ويتخلى لاتشار روحه هذا اللي تشوفونه هذا تم روحه راكد واللي فوق هذا يصفى زيت السمسم وينحط في مطاطير روحه وينصب ينحط هذا اللي تشوفونه لاتشار ينحط فوق راش من يصير ويركد إن شافوا عليه صفو يعني إنش واحد من دهنة السمسم بس ما زادوه وإن شافوه محتاج من الصفو هذا لجل الغرشة ضروري ينحط على وجهه من الصفو هذا مال السمسم نسبة تقريبا إنش واحد شلجله لجل ما يخترب يتم طازه طول حياته يعني حافظة العبارة مادة حافظة تخليه ما يعول دبة حياته ناضي ورقم واحد ريحته تضرب في خمرة الرأس وريحته غير رمونة لا صار شراته آشار ولا لأن هذا الله يحفظ بس سكر حفي شو اسمك هذا خدمة بيت ما بياعي هل تشوفونه في الزكاكين وهذا ما أدري فيه غير هذاك بياعي يعني ما بالك مسوين روحك واجف عليه ومكرمنه في البهارات النظيفة المغسولة ومهبوبة ومحموسة ومنظف ومعدل ومزين لازم بيغدي فرق السماء على الأرض عن هذا اللي في الدكاكين وهني وعافيه للي على اللي بيأكلون. نسيت أصوركم هالرطبان هذا الله يحفظكم
بالصدفة أنه يعني تليفون هب تليفون من المتابعين يقول أبو محمد نحن نتهلع عليه رطب لي ونسمع به والناس كلها تطري يا غير نحن ما كذي طعمناه يا ليت يكون موجود عندنا في الجمعيات في الشارجة وفي دبي وفي عيمان. قلت والله يا أبوكم ما أدري وش لكم أنتوا إن الرجال هذا أظني أنا تحريت رجالها بين وبينهم عرفوا ولا شيات والله أنا ما أعرفه لكن شوفوا يا أبوي هذا كله نمونا نمونتين ثلاث أربع خمس ست سبع هذا اللي تشوفونه هذا أبو معان هذا أبو معان زين وهذا طالت عماركم أخنيزي وهذا بارك الله فيكم برحي زين وهذا خلاص شو ما شاء الله الخلاص تبارك الرحمن كبار والله ما شاء الله ما شاء الله زين وهذا طالت عماركم هذا والله عجبه بعد هذا صقعي صقعي شو ما شاء الله الحجم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صلي على كامل النور ما شاء الله عمار يا ليوة عمار يا ليوة هذا انتاج كل انتاج ليوة زين وهذا طالت عماركم شو هذا شيشي وهذا شو هذا زاملي هذا كله انتاج ليوة وابوي الجماعة هاي انا اتحرى جايب لي اياه هدية ترى ابوي يبون له اعلان لو ما يبون له اعلان ما حطوا عنوان او انستغرام وما ادري شو ها هذا ابوي عنوانهم للي يدورون ابوي رطب اللي من ليوة رطب تلذذ برطب محاضر ليوة يوجد لدينا خلاص شيشي خنيزي ابو معان صقعي وزاملي وبرحي اللي هو هبات الريح وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى هذا موجود كله واللي يبى ابوي يتصل بهم وبيوصلون اللي بيكون برسم الخدمه انا ما ادري بالتفاصيل انا والله انا يوم رمسني تحريت ياي قال لي والله عندنا رطب ونطعمكم منه قلت له مشكورين ويزاكم الله خير ترى ابوي جايبين ابوي لكن ما ينكر حال لا بعيب ولا بمنقود نحن ابوي نحب الطرب عند العرب وهاي ابوي ناسنا يتريون الرزق والنصيب الكرتون ب70 المخرافه ب150 يعني هاي ما ادري ما اعرف عاده المهم تقولهم تليفون وانتم تفاهموا وياهم انا ما يخصني ابوي يقولون ان العين ما شاء الله طبعا من الامطار تستاهلون الرحمة يا أهل العين تستاهلون الرحمة ويعلها إن شاء الله سقيا سقيا خير وبركة ونعمة بهاليوم الفضيل وإن الله يخفف على اللي في القبور ويرحم الحيين ويرحم البلاد والعباد ويجعل إن شاء الله عدد نفات هالأمطار اللي يت في ميزان حسناتكم ويحفظ إن شاء الله حكومتنا ويغفر حياة زايد وحياة مجتوم والحكام اللي ماتوا ويحفظ اللي باجين الصغار والكبار الذكور والإناث يحفظ عيالهم وبناتهم وسفرانا وزرانا واللي أبو ياسين يجاهدون في الحدود وخارج الدولة ويبعدون عنا ويدودون عنا كل بهتان وكل ظلم وكل اعتداء إن الله يحفظ دارنا ويحفظ أولياء عهودنا وعيالهم وحريمهم وذريتهم ويحفظ أمة محمد أجمعين أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أنا وياي يتعشى مطعم في مطعم في بوضعي بالنفس مطعم أرمني مطعم أرمني أنا يعني العشاء عائلي حسب شيء تلك من حاط الكاميرا بس على وين طرف هذا يعني فاميلي دي على ما قالوا الإنجليز زين هو وخلاص من هي أوصل البيت مرة مسكهم صرت وياهم كالعادة وعندي اسم أبقي أخبركم عنه ومعنا وشو يتصف هالاسم وشو يميز هالاسم والاسم مميز جميل عزيز على كل شخص من دولة الإمارات والله وايدين يسمون الاسم هذا يعني
انا قال لكم بخبركم شو الشيء المميز عندهم. الشيء المميز هذا اللي تشوفونه، هذا عصفور تين، هذا عصفور التين. شو مصغر هذا يا ربي، شوف الله عليك، شو العصفور، شو العصفور، هذا عصفور، هذا عصفور، هذا هو عصفور التين، عصفور التين هذا هو، هذا عصفور التين. يجيبون من لبنان، حطوا بيل، وهذا له موسم معين، طريقة صيد بغزل ليخ، يهبون فوق الشير، من يصبح الصبح زخوها. من الشيء المميز عندهم يسمونه عصفور التين، والناس تيهم العسب، هذا عصفور التين. أربع الله تعالى، شو مصغرون يا ربي، معوبة رأس عصفور بالكرز، رأس عصفور بالكرز هذا هو. هذه الحمة عيل، الحمة عيل صغيروني ويطبخون بالكرز، فشي لا صار ولا استوى. مطعمين اللي خذ منه في بيروت، شيء واحد مطعم أرملي، أبو ظبي المطعم الثاني. هذا المطعم اللي نحن فيه يمكن عمره هذني 30 سنة لو أكثر بعد، وهو الوحيد اللي يسويه، ويوجد في شراء. هو مرتعشات ما شيء في الدنيا ما ملبسه ما شاء الله، لجل ذلك تلقطها تلق 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 تبارك الرحمن. الورود ورود، والنقالس نقالس، والختم تبارك الرحمن، من قاعد يتلظ البلاد بكبرها ما شاء الله.